السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده فلفل ألوان مزروع في 1/11/2022، إن شاء الله متربي على فرعين. يعني مرينا بتحديات كتير، من ضمنها الشتلات اتأخرت بالمشتل لظروف معينة، فأخذت مدة طويلة بالمشتل. يعني كانت الشتلة معجزة والردي وهي مزروعة، ورغم ذلك برضو ما شاء الله الانتاج كويس ما شاء الله. ارتفاعه حاليا يعني حوالي 180 سنتي متر.